قال مصدر عسكري أردني إن 3 صواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية سقطت السبت في الأردن وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية بترا. وأوضح المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن سقوط الصاروخين جاء خلال عملية استهداف سلاح الجو التابع لنظام الأسد لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية وبالقرب من الحدود الأردنية.